كي اليوم انضمت المديريه الجهويه للاتصال بجهه العيون السقيه الحمراء لقاء تواصليا لفائده طلبه الملتي ميديا. الهدف من اللقاء هو ربط جسور التواصل مع ان شاء الله خريجي هذا القطاع اللي نتشرف بتسيره على المستوى الجهوي. الهدف منه كذلك تعريف هذا الطلبة بالمستجدات القانونية المرتبطة بمجال الإعلام والاتصال، وكذلك لمساعدة هذا الطلبة على الاندماج إن شاء الله في سوق الشغل. هادو ثلاث محاور اللي اشتغلنا عليها، وغنعمقوا إن شاء الله في إطار ورشات تكوينية كيفية يعني خلق المقاولات خاصة في هذا مجال الإعلام والاتصال، مواكبة هاد الخريجين في نجاح مشاريعهم إن شاء الله، كذلك مواكبتهم في إطار تدريب لا على مستوى يعني شركة الإنتاج ولا على مستوى إذاعة ولا على مستوى القناة ولا على مستوى يعني جميع المتدخلين في القطاع. اليوم عندنا ندوة تتكلم حول الإعلام، وكنشوف أنني من المهم أنني نكون متواجدة لها، خصوصا أنه هذا الميدان ديالي كيتماس هذا الميدان ديال الإعلام كيتماس مع الشعب اللي أنا كنقرا، وأهمية الإعلام في وقتنا هذا، وكتلاحظوا التواصل الاجتماعي هذا الشيء كامل كي عنده علاقة بالإعلام. نقد مثلا إلى توجهت لهذا الميدان خاصني نعرف حقوقي والواجبات والقانون اللي كي تطبق على أي صحفي، خاصني نكون عارفتهم مزيان باش ما يوقعوا لي مغالطات من هول قدام. وشكرا.